وراح جاي لي بعدها باسبوع او 10 ايام عامل لي التعديلات في السيناريو، وكمان عمل لي ورقه انا عدلت كذا وكذا 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 ما قدرش اعدله لانه لقيته انه مش صح دراميا، و منتهى الاحترام قال لي خلاص اذا كنا اتفقنا ما ارجو ان انت ما تغيرش. ففي وسط الفيلم برضه كنت عايز اغير حاجات، وده سبب ان الريتم بيبقى بطيء شويه، مش الريتم بتاع السينما. يعني انا ما اقدرش